نرحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة العديد من الفعاليات بتجرى على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27. من ضمن هذه الفعاليات اللي بتتم في جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمنطقة الخضراء، واللي بتعرض الانتاج العلمي والتقني للجامعات في مجال التغيرات المناخية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. خلال الاستضافة ديت الجامعات الكندية في مصر دعتنا ان احنا نشارك في كوب 27، وكان في النهاردة بانل ديسكشن كده عن موضوعات ليها علاقة طبعا بالكلايمت تشينج، فتشرفت بان انا اشتركت فيها. وبنحاول قد ما نقدر طبعا ان احنا ننقل التجربة الكندية اللي ليها علاقة بالانفيرومنت لمصر، فده اللي بنحاول نعمله باختصار. يعني احنا دلوقتي طبعا ماشيين في كذا اتجاه. من الاتجاه التعليمي ان احنا بنقدم برامج ليها علاقه بالسستينابيليتي. في مجال البحث العلمي بنقدم مشروعات تخدم الطاقه والبيئه، مشروعات ليها علاقه بالويست ووتر مثلا على سبيل المثال، مشروعات ليها علاقه بالسوليد ويست، الحاجات اللي هي النفايات الصلبه والريسايكل بتاعت الميه. فده الشق اللي هو البحثي. الجانب الأكاديمي بنحاول زي ما قلت نقدم بروجرامز تكون الطبيعة بتاعتها ليها علاقة مباشرة بخدمة البيئة، وده اللي احنا بنحاول المرة نطلب عليه من أول يوم بنشترك فيه في مصر. يعني احنا مشاركين النهاردة مع أكاديمية البحث العلمي بكذا حاجة. عندنا بوس في مشاريع الطلبة. مشاريع الطلبة دي من أول سنة تانية لسنة رابعة، مش بس مشاريع تخرج، لان احنا الطلبه عندنا بتشتغل مع الاندستري من سنه تانية، وكل مشاريع بالنسبه لهم لازم يبقى فيها عنصر الاستدامة موجود، لان هي تصميم مستدام. فلازم الطالب عشان يوفي الدرجات بتاعته او يقدر يستحق درجه على المشروع لازم يكون في تصميم وفي مستدام في نفس الوقت. يعني عندنا مثلا مشروع زي النايل كلينر، ده اللي بينظف النيل. عندنا ويند ميلز، عندنا عربيات سولر، عندنا ستيشنز للشحن سولر. كلها حاجات مبنية على التصميم المستدام، وكلها بنبدأ من سنة تانية. فدي حاجة لطيفة وأول مرة تحصل تجربة في مصر. احنا مشاركين تاني برضو هنا بحاجتين، فعاليتين. فعالية بانل ديسكشن على تأثير التعليم في الكلايمت تشينج وتأثير الكلايمت تشينج في التعليم. الحاجة التانية برضو احنا مشاركين بورقة بوليسي بيبر، دي مع أكاديمية البحث العلمي، علشان نقدر نحاول ان احنا نقيس يعني تقييم الدول في الاستدامة عاملين ايه على 8 محاور. ودي عملنا بيها ورقة وقدمناها النهاردة في فعالية كانت كويسة جدا. يعني المدرسة الإبداعية هي نموذج للجامعات. نحن ممثلين للجامعة الكندية في مصر، وهي تأمل إلى أن تقدم حلول حول كيفية التعامل مع الاستدامة وكيفية معالجة التغير المناخي وكيف يتم معالجة حاجتنا للتعاون مع النظم المختلفة لحل المشكلات على المستوى الوطني والمحلي وكذلك على المستوى الدولي.